لم تتوقف حملة الهجوم الشرسة على صحيفة المصري اليوم عند حد تقديم البلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد مسؤولي تحريرها ومجلس إدارتها للتحقيق فيما نشرته الخميس الماضي، ولكن وصل الأمر لحد قيام البعض بتقديم شكاوى للجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وعلى الفور فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على صحيفة المصري اليوم، على خلفية نشر الصحيفة عنوانا رئيسيا غداة اليوم الثالث للتصويت، قال فيه: الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام التصويت، وهو ما اعتبره المجلس إساءة. كما قرر المجلس تغريم موقع مصر العربية 50 ألف جنيه إثر شكاوى بمخالفات في تغطية الانتخابات الرئاسية، على خلفية تقرير حمل عنوان نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات، وهو ما اعتبره المجلس إهانة للمصريين. ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات ما أثير عن حشد للناخبين ورشاوى انتخابية، وقالت في أوقات سابقة إنها شائعات وأكاذيب يروجها كاره الوطن. وحول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ ريمون فرانسيس. أستاذ ريمون، مرحبا بك. أهلا بحضرتك أستاذ ريمون. دعني أسرد عليك في البداية نص البلاغ أو جزء من نص البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري ضد صحيفة المصري اليوم. قال إن منشط الصحيفة مسموم ومغرد وسطر بمداد أسود خسيس أهان المصريين جميعا، ووجه عبارات قذرة أساءت لكل مصري شارك وأدلى بصوته في هذه الانتخابات. برأيك إلى أي مدى أخطأت صحيفة المصري اليوم في عنوانها؟ هي لم تخطئ طبعا، لانه انا اقول لحضرتك مساله. اولا الاستاذ سمير صبري ده معروف عنه انه يقدم البلاغات من اجل الشؤون الاعلامي، يعني لا يفرق معاه، لا يعني مش الدافع هو الوطن والخوف على الوطن والكلام ده، معروف يعني عن هذه الشخصيه هو والاستاذ نبيه الوحش ان هم بيعشقوا الشؤون الاعلامي من خلال هذه البلاغات. دي نمره واحد. نمره اثنين، صحيفه المصري اليوم طرحت عنوان حتى لو افترضنا انه في سوء تعبير في المنشط فهو لا يصل الى درجه الاغراض او درجه سوء النيه في الاضرار بالمصلحه العامه، لانه لو كانت النيه دي موجوده كان بقى المنشط يعني ممكن يكون حاجه ثانيه غير كده. نمره ثلاثه، واحنا عارفين كويس جدا ان الصحافه المصريه، ودي مش معلومه جديده يعني يمكن معظم الناس عارفاها، ان هناك منظومه رقابيه من الدوله على الصحف المطبوعه بالذات. فالصحيفه المطبوعه بتمر، اي صحيفه مطبوعه سواء قوميه او خاصه او حزبيه، بتمر على منظومه رقابيه قبل النشر. فلو كان العنوان ده في اي مشكله كان العدد منع من قبل الطباعه، واحنا عارفين ان ده حصل بالفعل مع صحيفه البوابه نيوز ومع صحف ومع صحيفه الوطن قبل كده. فلو كان العنوان ده في اي مشكله او اي اغراض كان منع اصلا من قبل النشر. دي نمره ثلاثه. نمره اربعه، منظومه الاعلام، وانا اقول لحضرتك معلومات وليست تحليلات، يعني منظومه الاعلام بتدار بكذا وجهه نظر من كذا جهه مختلفه، وده السبب في حالة الالتباس اللي بتعيش عليها منظومة الإعلام. يعني نطرح سؤال: هل الدولة، أو خلينا نكون أوضح، هل رئيس الجمهورية وإدارته ضد ما كتبته المصري اليوم؟ أقول لك لأن مفيش حد عاقل في الدنيا بيبقى متبرع إن هو يشتري عداوة الإعلام الخاص، ولكن دي زي ما تقول كده في ناس ملكيين اكتر من الملك، او ناس بتحاول يعني تمسك بكراسيها بايديها واسنانها، فبتحاول تزايد على وطنيه البعض، او تزايد عاوزه توري مثلا رئيس الجمهوريه انا اكتر واحد محافظ على النظام ومحافظ على الدنيا، فيبالغ في الاجراءات وتلاقيه بيتخذ مثل هذه الاجراءات المبالغ فيها علشان يثبت ان هو اكثر يعني حرصا على رئيس الجمهوريه وادارته. ولكن اؤكد ليك ان هذا التفكير هو تفكير فردي جدا، ولا يعبر او لا يخدم حتى القياده، بالعكس انت كده بتقدم صوره سلبيه
عن يعني انت بتزيد في الاساءه، يعني اذا كان البلاغ بيقول ان العنوان ده بيسيء للدوله فانت بتصرفاتك دي بتسيء لها اكثر. اذا انت تراه استاذ ريمون انه تصرف فردي، اذا كيف تفسر ما قاله عبد الفتاح السيسي خلال حواره في فيلم شعب ورئيس الذي اذيع على القنوات المصريه مع المخرجه ساندرا، وتحدث عن الاعلام وانه لا يمارس الدور المنوط به، وذكر مثال وقال انه ليس من المعقول ان ياتي مذيع ليتحدث ثلاث ساعات كل يوم، ماذا سيقول؟ هل تعتقد ان السيسي يسعى من هذا الفيلم ربما للتضييق على الاعلام حتى الاعلام التابع للدوله؟ ما هو يعني هو ده مش الاعلام، دي صحافه. يعني احنا لو الاجراء ده اتعمل ضد برنامج توك شو، وفي برامج توك شو قالت اكتر من اللي المصري اليوم قالته بالمناسبه، منهم الاستاذ وائل الابراشي ووقعت او يعني خبر الرشاوي الانتخابيه يعني تعرضت ليه اكتر من برنامج توك شو، ما اتخذتش اي اجراء معاهم، وده بيدلل على حاجتين. اول حاجه ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ده ما هوش مراقب حقيقي لكل وسائل الاعلام، ولكن بيتحرك بالوشايات. يعني لو واحد وشى ببرنامج او وشى بصحيفه يتحرك على اساس الوشايه، طبعا ما فيش جهاز في الدنيا يتحرك على اساس الوشايه، دي حاجه. لكن لو كان الاجراء ده اتاخد قدام قصاد قناه او برنامج توك شو، كنا نقول ان ده انعكاس او اذعان من الحوار اللي حضرتك ذكرته. وده مش وهنا مش بننكر اصلا انه في رغبه لدى الدوله اجراء مشابه للاعلام. يعني انا مش بنكر انه هناك رغبه من الدوله في تقنين الاعلام، لكن انت حضرتك بتتكلم عن حاله محدده اللي هي حاله مصر اليوم ومصر العربيه، فانا اؤكد لحضرتك ان دي وشايه فرديه ومحاوله استغلال مناصب لتصفيه حسابات. طيب على ذكر يعني مساله طيب. ما اقدرش اديها بعد سياسي 100% لانه كان المفروض ده يتطبق على حاجات ثانيه. طيب على ذكر ما ذكرت، وكان بالاولى اسمحني، يعني كان بالاولى طبعا. بدل ما يتطبق حاجات زي على مثلا على موقع مصر العربيه ان هي ترجمه مقال لصحيفه اجنبيه بتقول ان في رشاوى انتخابيه، كان بالاولى ان الهيئه العامه للاستعلامات تقدم دليل على كذب هذه الصحيفه، بدل ما انت قاعد بتذبح وتعاقب وعامل زي نظر المدرسه اللي بيدي يعني عقاب للتلاميذ، لا كان بالاولى الهيئه العامه للاستعلامات اللي هي تقريبا يعني ما لهاش اي دور في اي حاجه، كان بالاولى ان هي تقدم دليل وتقدم بيان بالتوثيق على كذب هذه الادعاءات مثلا. ولكن انت عندك النهارده فيديوهات متصوره، كان المفروض ترد بالفيديو، يعني انا بقدم لك فيديو انت ترد عليا بفيديو او ترد عليا بصور او ترد عليا بدلائل، مش تقول لي ممنوع تنشر، لا. طيب بالنسبه لموقع مصر العربيه الذي غرم ايضا في هذا الامر بمبلغ 50,000 جنيه وهو موقع محجوب منذ اكثر من سنه، كيف تفسر هذا الامر؟ يعني هذا الموقع اصلا محجوب، حجبته السلطات المصريه مع عشرات المواقع يعني الاخرى. متشاف خارج مصر، يعني هو محجوب ومتشاف بره مصر. وكان اذا كان فعلا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيحب البلد وعاوز يخدمها، موقع زي ده صحيح محجوب عن المشاهده في مصر لكن مقري بشكل جيد جدا خارج مصر، كان بالاولى ان انا استفيد من هذا النجاح، يعني اللي صالح الدوله ان انا عندي مثلا خبر زي ال 12 ده، فانا كهيئه عامه للاستعلامات او كمجلس تنظيم الاعلام ابعت تصحيح واطلب من الموقع ينشر التصحيح، لو الموقع بقى رفض ينشر التصحيح او رفض ينشر حق الرد ساعتها اتهمه بسوء النيه، لكن ده ما حصلش، انت اصلا نايم على ودانك طول مرحله الانتخابات، ما بتعملش اي دور معروف ولا ملحوظ وجاي توزع عقوبات بعد الحدث. طبعا هو ده الحدث يعني. طيب انت من الاول مش قايم بدورك. نعم طيب بعد اغلاق، اذا كان فعلا الموضوع يعني ليه علاقه بالخوف على البلد والكلام ده، كان بالاولى ان انت تتعامل مهني. انا الشيء المدهش في الموضوع ان انت بتتكلم في منظومه اصلا كلها صحفيين، يعني منظومه جهاز الاعلام والصحافه دي دول اصلا كلهم صحفيين، ومع ذلك ما بيتعاملوش مع الاحداث المهمه بالحد الادنى من المهنيه او من مبادئ المهنه، اللي هو حق الرد يعني. طيب أو طريقة الرد. طيب بعد التضييق على القنوات الإعلامية وكذلك الصحافة كما ذكرت،
وإغلاق عشرات المواقع الإلكترونية يعني في إطار التضييق على الصحافة في مصر، هل نستطيع أن نقول الآن أن السيسي يعني يتجه إلى اتجاه جديد في تكميم أصوات القنوات أو المواقع أو الصحف التابعة له، وأنها تسير يعني إلى الأمام، من يحيد هنا أو هنا يعني لا يجوز لك أن تحيد هنا أو هنا؟ وحضرتك جاوبت على السؤال جوه السؤال. هو بالفعل، وده معلومة ما بقتش يعني سرية، إن الدولة بقت بتمتلك معظم الإعلام الخاص بشكل ما. وهذا ما أسأل عنه، هم يمتلكون هذا الإعلام، فلماذا يضيفون عليه؟ يمتلك شيء، هو يتحدث بلسانهم، يعني أنا أقول أنه هو يتحدث بلسانهم، فلماذا يضيقون عليه؟ ما أنا برد على حضرتك، نعم. ده أنا بمتلك شيء، هل أنا محتاج أكمل في حد؟ ما أنا بمتلكه. بس هو أنا أحد أؤكد لحضرتك إنه يعني دي زاوية ثانية من المشهد لازم برضه نحطها في الاعتبار عشان ندي تقييم موضوعي وصحيح إلى حد ما للمشهد. في بعض الأصوات اللي بتطلع يعني الحنجورية أو اللي بتطلع تتظاهر بالمعارضة أو تتظاهر بالمشاكسة، مش بيبقى الدافع الأساسي ليها هو المهنة أو مصلحة الوطن والكلام ده. يعني احنا خلينا نعترف، واحنا يعني حضرتك إعلامي كبير وعارف معظم الوجوه اللي بتطلع في التوكسو، وعارف ان هم عدد منهم من المنتفعين، منهم من يريد ابتزاز السلطة علشان يوصل لحاجة، نعم. فيأخذ نعم. طريق المشاكسة عشان يوصل لهذا الابتزاز. في بعض منهم بيبقى ومعظمهم، ده المعظم يعني، بيبقى اصلا يعني متبرع تطبيق للحاكم علشان يحافظ على نفسه، فهتلاقي المجموعه المشاكسه هي المجموعه الاقل، ومعظم مشاكستهم ما بتكونش بدافع المهنه يعني او بدافع حب الناس، ولكن بتبقى احيانا بتكون بدافع الابتزاز. نعم، واحنا عارفين وقائع كتير للموضوع. شكرا. ولكن في النهايه انت في منظومه الجميع اصبح خلاص يعني، سواء بقى في اعلام في الشارع، الكل يتسابق على ترضيه الحاكم. احنا وصلنا لحاله مجتمعيه نقدر نوصفها بهذا التوصيف، يعني الكل بيتسابق. وصلت الفكره استاذ ريمون، انت مش محتاج اي ضغط. وصلت الفكره بالكامل. اعتذر منك نظرا لضيق الوقت الاستاذ ريمون فرانسيس الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل معكم مشاهدينا سريعا.